أرقى ملامح الإنسانية وأروع ما يميز الإنسان، الوفاء. انظروا الفرق بين مصباح مضيء ومصباح منطفئ. إنه الفرق بين إنسان يتحلى بالوفاء وآخر يتخلى عن الوفاء. واليوم وكل يوم نعيش معا قصة وفاء. قصة وفاء يكتبها محمد السيد عيد، يخرجها أنور عبد العزيز. لا زالت قصص الوفاء كثيرة، وقصتنا اليوم عن وفاء المحبين، وهي واحدة من القصص العربية التي جرت قبل الإسلام. كان مضاد بن عمرو شابا من زين الشباب، وكان يحب ابنة عمه ميا، فيخرجان إلى مكان تعرفا عليه ويبث كل منهما صاحبه لواعج قلبه. أحبك يا مي حبا تذيب حرارته فؤادي. أحبك يا مضاد حبا تذيب حرارته الحديد. غلبتني في وصف حبك. متى يجتمع الشمل يا ابن العم؟ هل فاض بك الشوق كما فاض بي؟ وأكثر. إذن اطمئني، فلن أدع هذا الشوق يتأجج في صدورنا أكثر من هذا. ماذا تنوي؟ سأذهب للقاء والدك اليوم وأخطبك منه. أتراه سيوافق؟ لم لا، إنني ابن ملك ولا يعيبني قبح أو وضاعة أصل، فلما يرفض؟ صدقت، ومن ناحيتي فسأبقى في انتظار قدومك على أحر من الجمر. سلاما يا ابن العم. سلاما يا نور الحياة، سلاما. أنا يا ولدي يسرني أن تكون زوجا لابنتي. هذا عهدي بك يا عماه. ولكن لكن ماذا؟ نحن الآن على أبواب شهر رجب، وأنت تعلم أنه إذا جاء هذا الشهر تركنا كل شيء في أيدينا ومضينا إلى مكة لأداء العمرة، فلنؤجل هذا حتى نعود من مكة. ولما لا نعلن الخطبة قبل السفر إلى مكة؟ لا تكن قلقا هكذا، لقد انتهى الأمر. مي لك وأنت لها، فلتصبر شهرا واحدا. إذن فلأصبر. وانتشر الخبر في مضارب الحي، وكما ابتهج البعض فقد غضب الآخرون. اسمع لي جيدا يا رقية. ماذا يا سحبان؟ إننا الآن أصحاب مصلحة واحدة، لذا جئتك لنتعاون معا. لا أفهم. سأشرح لك. إن مضادا سيتزوج ميا، فقد وافق والدها على ذلك. ولو تم هذا فإنه سيكون ضدي أنا وأنت. فأنا كما تعلمين أحب ميا، وأنت كما أعلم تحبين مضادا. وبعد؟ إذا أردت الفوز بمضاد وأردت الفوز بمي، فلا بد لنا من أن نفرق بينهما حتى يخلص لكل منا حبيبه. صدقت، لكن كيف نحقق هذا؟ بالحيلة. وما هي هذه الحيلة؟ أصغي لي بكل جوارحي. واتفقا على الحيلة، ومضى الجميع إلى مكة، وفي الطريق صاحبت رقية ميا. مو
مبارك يا مي، لقد فرحت لك من أعماق قلبي. اسكت يا رقية، لا تحرجيني. يا بنت، هناك حرج في الخطبة والزواج؟ لكن انتبه، ابن عمك هذا كما علم لا يكف عن مغازلة النساء وقول الشعر فيهن و... رقية كفى، إن ابن عمي أخلص الناس. أواثقة أنت من حب؟ كل الإخلاص. وإذا قلت لك إنه لا يكف عن مغازلة أنا شخصيا؟ كذب. تشتمينني يا مي؟ حسنا، لن أكون رقية إذا لم أجعلك ترينه بعينيك وهو يغازلني بإذنك. هل يمكن أن يكون مضاد خائنا لي؟ هل يمكن أن يكون كل هذا الحب زيفا؟ لا لا، إنها تكذب، أقسم إنها تكذب، أقسم. وعاشت مي أياما تتعذب، وفي مكة ما كانت تدري ماذا تفعل. وكان من عادة القوم أن يذهبوا إلى بئر زمزم في وقت معلوم، وكانت رقية تذهب معهم. وذات يوم وكانت بالقرب من مي، فتعمدت أيضا الاقتراب من مضاد. مضاد؟ ماذا يا رقية؟ ساعدني ساعدك الله، الجميع يتزاحمون على البئر ولا أقدر حتى على تناول شربة ماء. خذ هذا الوعاء واملأه لي. ها، انتظري إذن، سآتي لك بالماء حال. ها هي مي تنظر إلينا، سأتعمد إشعال غيرتها. ها هو ذا مضاد يأتي. تفضلي يا أختاه، ها هو الماء. فضلك الله. بإذنك. بل انتظر. ماذا تريدين؟ إنني أشعر بألم شديد ودوار. سلامتك يا أختي. ساعدني يا ابن العم، هاتي يدك أعتمد عليها. هذه يدي. سلامتك يا رقي. يا إلهي، لا أكاد أصدق ما أرى، مضاد يأخذ رقية تحت ذراعه ويمضي بها. الغريب أن اللئيمة كانت تراني وكانت تنظر لي كأنما تريد أن تؤكد لي أن حبه لي زيف في زيف. أوصل بك الأمر إلى هذا الحد يا مضاد؟ حسنا، والله لتدفعن ثمن هذا غاليا. اهدئي يا ابنتي. لا لا يا أبتي، إنه خائن غدار، لا أريد أن يربطني به شيء. هل شرحت لي أولا ماذا جرى؟ إن مضادا يا أبتي دعا قلبي فأجابه، فلما أجابه قذف الهوى خلف النوى، ورأيته يخاطب رقية بنت البهلول وسقها ماء، ففارق روحي جسدي أسرع من طرفة عين. ثم تداركت أمري ورأيت أنه بدل حبا بحب وقلبا بقلب. مضاد يفعل ذلك؟ لقد رأيته بعيني. أرجوك يا أبتي ألا أقيم في الموضع الذي هو فيه أبدا ولو للحظة واحدة. وإلى أين تذهبين يا مي؟ إلى أخوالي. انتظري إذن حتى ينتهي الموسم، وأعدك أن أرسلك إلى أخوالك. وعاشت مي تقاسي وتصوغ آلامها شعرا يذوب لوعة ودمعا. مضاد، غدرت الحب والحب صادق، وللحب سلطان يعز اقتداره. غدرت ولم أغدر، وللعهد موثق، وليس فتى من لا يقر قراره. إذا جاءني ليل
تململت بالذي دعاك بجيء حتى تمكن داره. أبيت أقاسي النجم والليل دامس، وللنجم قطب لا يدور مداره، إذا غاب لم أشهد، وكان مجلسه مجلسي، وداري حيثما كان داره. إذا هاجم عندي لأول عهده، علاه اشتعال ما يطاق استعاره. وانتهز الفرصة سحبان، وراح يطرق الحديد الساخن. صدقيني يا مي، إن ابن عمك لا يستحق منك هذا الوفاء. كفى كفى يا سحبان. صدقيني، لقد رأيته بعيني وهو يضع كفيه على شعر رقية في الطواف، ويدفع عنها الطائفين والسائحين والبارحين، ثم استسقطه فسقاها، وأنشأ ينشدها شعرا. أنشدها شعرا أيضا؟ سمعته يقول لها: رقية، قلبي قد تباين صدعه، وللحب مني شاهد ودليل، رأيت الهوى يهوي والوصل واصل، فهل لك أن يلقى الخليل خليل؟ وبما أجابت؟ قالت: أصون الهوى والطرف مني كاتم، ولا يعلمن الناس إذ ذاك ما دائي، سوى أنني قد فزت منك بنظرة، تجرعت عذب الحب منها مع الماء. كفى كفى، وأقسم ألا أبيت في موضع ينزل فيه مضاد أبدا. ومضى سحبان في طريق الخديعة، فأرسل رقية تبلغ مضادا أن ميا لا تحبه، وقد أقسمت ألا تبقى معه في مكان واحد. ومضى الشاب العاشق إلى خيام الحبيبة، فلم يجد منها إلا الصدود، ثم رآها تركب هودجها في طريقها لمضارب أخوالها، فوقف ينشدها باكيا: يعشى عن الناس لحظ طرفي، وعنك يا مي غير عاشي، أتهجريني بغير ذنب وتقتليني بقول واشي؟ كفاك غشا وخداعا، كفى كفى، لقد رأيت بعيني كل شيء، وحكى لي سحبان عن كل ما فعلته ولم أره. سحبان سحبان، إذن فهو الذي أوقع بيني وبينك، أقسم أن أجعله يدفع ثمن. وإلى أين تنوي الذهاب يا سحبان؟ إلى حيث لا تدركني يد مضاد، فلو نالتني يداه لكان هذا آخر عهدي بالحياة. سلامي. اختفى سحبان عن العيون، ورحلت مي إلى أخوالها، ورحل مضاد وراءها، ولازال يطوف حول مكانها، وقد حرم على نفسه شرب الماء حتى أشرف على الهلاك، فقال لمن حضر: أبلغ بنت عمي أني ما خنتها أبدا، وإنما هي وشاية الواشين، وهانذا أدفع عمري كله لتعرف أني ما غدرت بها، وأني مت على الوفاء، على الوفاء. وبلغ الأمر ميا، فحرمت على نفسها الماء هي الأخرى حتى ماتت وفاء للحبيب. وغدا بإذن الله نعيش معا قصة وفاء. قصة وفاء يكتبها محمد السيد عيد،
يخرجها أنور عبد العزيز.